السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب السوائي اس 334، كل عام وانتم بخير. أرجو من الحضور تسجيل اسمه مع رقم الجامعي. بداية أحب أنوه أنه في وظيفة موجودة على الويب، وهذه الوظيفة يعني بالدوكومنت مكتوب شو الخطوات اللي المفروض أنك تسويها، وفي موجود ريكوردد لاب معها بنفس الخطوات تقريبا. هل أنت مطلوب أنك تحضر اللاب وتسوي الأفكار اللي موجودة باللاب بدك تطبقها بيدك، وموجود بالدوكومنت ايش اللي المفروض تسلمه. فرجائي انك تقرأ الدوكومنت. اذا عندكم اي استفسار بستقبلها منكم بالحصة القادمة. اخر موعد لتسليم هذا الوظيفة هو راح يكون يوم الاحد القادم. طيب، في اي سؤال قبل ان نبدأ بالمحاضرة؟ ماشي. حديثنا اليوم راح يكون ان شاء الله على ال TLS وال SSL. ال SSL هي اختصار ل Secure Socket Layer، والفيرجن اللي اجى بعده اللي بيطلق عليه TLS وهي Transport Level Security او Transport Security Layer. يعني هنا قد يكون اسمه Transport Level Security أو Transport Security Transport Layer Security. الآن لو سألنا نفسنا شو هو SSL أو TLS، بداية الـ Transport اللي بينقل الباكيتس بين الكمبيوترز او بين الماشينز هي الاي بي. فالاي بي هو عبارة عن بروتوكول من خلاله يتم نقل باكيتس من مكان الى اخر. هذا الاي بي عبارة عن سوت، وهو بيشتغل باللاير 3. لو نيجي نحكي على الـ OSI موديل واللي أخذناه إحنا بمادة النتورك، واللي بتكون من Physical Layer, Data Link Layer و Network Layer, Transport Layer, Session Layer, Presentation Layer, Application Layer. هذول السبع Layers. أي هذا عبارة عن OSI موديل. الآن الـ IP بأي Layer موجود فيهم؟ فالجواب راح يكون هو موجود بالنتورك لاير. فالنتورك لاير هي نفسها الاي بي لاير. بالتي سي بي التي سي بي مكون من تي سي بي اي بي عفوا سوت مكون من مجموعه من اللايرز، وهذه اللايرز هما فيزيكال، ثم بيجي الداتا لينك لاير، ثم بيجي الاي بي لاير واللي هي النتورك لاير. اذا الاي بي لاير هي تمثل بالاو اس اي موديل نتورك لاير.
بيجي فوق الاي بي لاير بيجي ترانسبورت لاير، وبداخل الترانسبورت لاير واحدة من البروتوكولز يطلق عليها تي سي بي. تي سي بي، ولذلك السوت سمي تي سي بي اوفر اي بي. يعني لما اجي اقول لك هو من وين اجى اصل كلمة تي سي بي اوفر اي بي او تي سي بي سلاش اي بي، هي تعني انه في عندي لاير اسمه ترانسبورت بيحتوي على بروتوكول اسمه تي سي بي، هذا تي سي بي بيعمل ان ذا توب اوف اي بي لاير تي سي بي اوفر اي بي. اذا العالم الان بيشتغلوا بنقل الباكيتس بين الكلاينت والسيرفر، وهذا الكلاينت والسيرفر بيكون موجود بين تو ماشينز، بروسيس بيشتغل ككلاينت وبروسيس بيشتغل كسيرفر. على سبيل المثال لما تشتغل على البراوزر، فهذا البراوزر يعتبر كلاينت، انت بتعمل ريكوست لصفحة على هذا البراوزر وبيجيب لك هاي الصفحة من الويب سيرفر اللي انت بتطلبه، مثلا www.yu.edu.jo. اذا هذا البراوزر لو انا .edu.jo، اوكي على الصفحة هاي اللي اجت، اللي هي صفحة الويب براوزر، هذا الويب براوزر جاب لي صفحة ال YU يرموك يونيفرسيتي. فهذه الصفحة اللي موجودة اللي بتظهر امامي الان، بما ان انا استقبلتها انا الويب، انا يعتبر كلاينت، وبما اني انا اللي طلبت الريكوست ايضا كلاينت. فمين اللي جاب لي هذا الريكوست او اللي جهز لي هذا الريكوست وبعت لي اياه عبر النتورك؟ اللي هو السيرفر، واللي بيطلق عليه بهاي الحاله ويب سيرفر. ويب سيرفر. طيب اذا الكلاينت اللي بتعامل معاه انا هو البراوزر، بهذا المثال اللي موجود انا طرحته لكم، هو البراوزر هو كلاينت، والسيرفر اللي هو بيطلق عليه ويب سيرفر هو اللي لما اطلب منه الصفحه بيبعث لي هاي الصفحه فيطلق عليه ويب سيرفر. فاذا العلاقه الان بين البرنامج تبع الويب براوزر مع السيرفر هي علاقه كلاينت سيرفر. هلا عمليه الانتر اكشن تمت من خلال التي سي بي اي بي. اذا التي سي بي اي بي بدي اقدر اعتبره التي سي بي، هذا هو الترانسبورت لاير اللي نقل لي هذا الفايل من السيرفر الى الكلاينت. اذا هذا العلاقه او هذا الكونكشنز بين الكلاينت والسيرفر لازم يكون يظهر على طابع السكيورتي، وذلك للاسباب التاليه: The following characteristics of the usage suggests the need for tailored security tools. المقصود فيها انه لازم نضهي على هذه العلاقة بين الكلاينت والسيرفر صبغة السكيورتي، وذلك للأسباب التالية: الويب سيرفر من السهل جدا انك تعمله كونفيجر وبتعمله مانج. هلا تنشئ ويب سيرفر وتنشئ وتجهزه انه يكون جاهز لاي ريكوست، هذا عمليه الكونفجريشن مش الصعوبه. ايضا الويب كونتنت is increasingly easy to develop. لاحظ انه الويب براوزر كل يوم عن يوم بيتم تطويره وتحسينه، وكذلك بنعمل له اكستند انه ممكن نضيف له بلجن، ممكن نضيف له يشتغل على أبلتس، يعني هو بشكل مستمر إنه قابل للديفلوبمنت. هذا كلياته بيستدعي إنه ممكن يظهر في عندي
نوع من السكيورتي فلوز، واللي من خلالها ممكن الاتاكر يدخل وينفذ الاتاك تبعه. لذلك انا بقول هذا السبب، هي بحاجه لانه هذه العلاقه انها تكون سكيور. واجت الاس اس ال او تي ال اس حتى انه تضيف هذه السكيورتي على هذا، على هذه العلاقه بين الكلاينت والسيرفر. الان ويب سيرفر كان بي اكسبلويتد، ممكن انه يحصل عليه اتاك، و ممكن يصير خلينا نقول مصدر ل انذر اتاك. طبعا الويب سيرفر بيكون موجود في المؤسسه، وهذه المؤسسه فيها مجموعه ريسورسز، فممكن يكون هذا الويب سيرفر مصدر لاتاك انه يدمر هذه الريسورسز او انه يستغل هذه الريسورسز بشكل غير سليم. فعاده اليوزر مش بالضرورة يكون تريند حتى يعمل اتاك، ممكن يعمل اتاك بالخطأ. فلازم هذه المخاطر كلياتها نحتويها ونحاول انه نمنع انه يصير اتاك. واصلا علاقة الكلاينت والسيرفر اذا بتضلها الداتا تنتقل بيناتهم كلير تكست، ممكن يكون ما فيش فيه خطورة إذا كانت هذه الداتا عبارة عن read only. لكن في بعض الأحيان بيكون أنا في عندي الداتا بتعامل معها بغير في قيمها، مثل لما تجي تعمل مع ويب براوزر، وهذا الويب براوزر تابع لبنك، وانت بدك من خلال هذا البنك تستعرض الملفات تبعتك أو خلينا نقول حساباتك، بدك تشتري عن طريق النت، اذا راح يصير في تغيير على هذا الريكوردز، وهذا التغيير لازم يكون كنترولد ولازم يكون محمي. فلذلك العلاقه بين الكلاينت والسيرفر مش بالضروره تكون بدون سكيورتي وما فيش عليها مشاكل، لا بالعكس، ممكن يكون انت بحاجه لهذا السكيورتي بيناتهم. وممكن طبعا السكيورتي سيرفيس بتختلف من حسب الانفايرومنت، وبنفس الوقت انت بحاجه لانه تكون عمليه الاكسس للريسورسز كنترولد واوثنتيكيتد. و هذه امثله على اخذناها يمكن سابقا، مرت علينا ببدايه الشابتر، ببدايه الماده حكينا ايش هم السكيورتي سيرفيسز اللي او خلينا نقول الرئيسيات، وكانت هن الانتجريتي، كونفيدنشاليتي، دينايل اوف سيرفيس، اوثنتيكيشن. فهون بيعطيك مثال شو الثريتس، شو الكاونتر الكونسيكونسز على من هذه الثريتس، ثم شو الكاونتر ميجر لحمايه التولز او حمايه الماشينز من الاتاك. فعلى سبيل المثال الانتجريتي ممكن يكون الثريتس تبعونه موديفيكيشن اوف يوزر داتا، تروجن هورس براوزر، البراوزر نفسه يكون مضروب بتروجن هورس، وهذا تروجن هورس بيقوم بتغيير البيانات اللي تعرض على البراوزر او تغيير البيانات التي ترسل من خلال هذا البراوزر. ممكن يصير موديفيكيشن على الميموري، موديفيكيشن على المسج، طبعا موديفيكيشن بطريقه غير اوثورايزد، هذه تعتبر ثريت. ف على اساسه شو ممكن تصير احداث كونسيكونسز لما يكون مثل هيك ثريت، مثلا لوس اوف انفورميشن، ضياع الانفورميشن، يصير ضرب كومبرومايز للماشين نفسه، فولنربيليتي تو اول اذر ثريتس، يعني يكون ياثر على اذر ثريتس او يكون حافز لتوليد اذر ثريتس. ايضا الكاونتر ميجر مثل هيك ممكن تستخدم التشيك سم عشان تكتشف اذا كان في تغيير ولا ما فيش تغيير. فهذا مثال، يعني ممكن تستخدم تولز احد متطوره تساعدك على عمليه تحسين، مش بس فقط تكتشف الايرور كمان تصلح بالايرور. الكونفيدنشاليتي، ايش الثريتس، ممكن يكون في نوع من التصنت على النت، ايفادو سريبنج،
ثيفت ذا انفو فروم ذا سيرفر، سرقه معلومات من السيرفر، سرقه داتا فروم ذا كلاينت. وممكن يصير انه تتعرف على الكونفيجريشن اللي موجود على النتورك، اللي من خلالها بتقدر انت تعرف شو ممكن تستغلها من ناحيه الاتاكس. انفو اباوت ويتش كلاينت توكس تو سيرفر، ممكن تعرف مين اللي قاعد بيحكي مع السيرفر، تاخذ معلومات عن مين الكوميونيكيتنج بارتي، وهذا ممكن تؤدي الى ثريتس. هلا الكونفيدنشاليتي ايش الكونسيكونسز؟ ممكن يكون ضياع في الداتا، ممكن يكون ضياع بالبرايفسي. الحل هو انكريبشن، وممكن تستخدم الويب بروكسيز. طبعا من خلال الويب بروكسيز ما بتقدرش انت توصل للسيرفر الاصلي، من خلال البروك ويب بروكسيز فهو بيخفي السيرفر من وراء، ما بتعرفش انت مع مين بتتعامل. denial of service يعني حدث ولا حرج، فيها مشاكل denial of service انك تخلي السيرفيس غير قابل للعمل، مثل killing of all user threads. يعني انت شو المقصود بالثريتس هنا؟ انه اليوزر شغل ثريتس عشان يجيب ينفذ سيرفيسز معينه او ينفذ بروسيسز معينه، فلما يجي الاتاكر يعمل كل لهذه الثريتس، فكانك بتحكي انه اليوزر طلباته ما تنفذتش او البروسيسز تبعته مش راح تتنفذ، فلذلك الريسبونس لها تكون سيئه. floating machines with bogus request، ترسل request كثير للسيرفر، وهذا بيؤدي الى انه السيرفر يصير داون ما يلحق عليهم. filling up disk memory، تعبي الميموري، فبيصير ما فيش مجال انك تشغل other processes او بتعلق ال current processes. isolating machines by DNS attack، انك تيجي تخلي الماشينز ما يقدرش يتصل مع النت لانه مش قادر يحصل على السيرفر اي بي اللي بده يتعامل معها، وذلك لانه الدي ان اس من الاساس تعرض لاتاك، والدي ان اس هو اللي بيعطي ريزولفينج. انت لما بتيجي تحكي www.yu.edu.jo من خلال البراوزر، فاللي بده في انترنالي في شغلات بتصير انت ما بتشوفها، مثل ايش؟ كيف اني احول ال yu.edu.jo الى اي بي ادرس، لانه بالنسبه للماشينز بيتعامل مع اي بي ادرس، فمين اللي بيكون بعمليه التحويل هذا؟ اللي هو الدي ان اس. فالدي ان اس اذا كان مضروب مش راح يعطيك التحويل السليم، فهذا يعتبر denial of service. طبعا هنا بهذه الحاله الكونسيكونسز راح يكون في عندك عمليه التذمر بالتعامل مع هيك سيرفيسز او هيك خلينا نقول سيرفرز، لانه هذول السيرفرز تعرضوا لاتاك، فالكلاينت مش قادر يحصل على الريسبونس المناسب، فبتلاقي الكلاينت في حاله يعني خلينا نقول ضجر او بحاله عدم رضا. اذا لانه اليوزر ما حصلش على السيرفرز اللي بده اياه، فراح اكيد يغير او ما يتعاملش مع مثل هيك سيرفرز. هلا طبعا دينار سيرفيس اتاك مش من السهل انك تعملها بريفنت. ممكن اخذته بالفاير وول، ممكن احنا نعمل بريفنت للدينايل اوف سيرفيس اتاك، انه الفاير وول لما يعمل ديتكت انه في عمليه ريكوست على سيرفرز بطريقه غير صحيحه او بتكرار غير مرغوب به، انه بيعمل بلوكينج لمثل هيك باكيتس. فطبعا هاي مثلا احد الحلول، ولكن هذا حل مش سهل يعني انه يتنفذ. الآن الأوثنتيكيشن الثريتس للأوثنتيكيشن هي عملية التقمص الشخصيات، أو إنك تغير في الداتا، الأتاكر يغير في الداتا ويعلن إنه هذه الداتا مثلا سليمة، يعني بيسموه داتا فورجري. هلا الكونسيكونسز بصير عندي نوع من إني أصدق بعض الفولس انفورميشن إنها انفورميشن حقيقية. الآن الهدف أو كيف ممكن نحميها أو نمنع باد أوثنتيكيشن، بأنك تتعامل مع الكريبتوغرافيك تكنيكس، مثل تستخدم الديجيتال سيجنتشر، تستخدم
الماك اللي طبعا يتم هذا الماك إضافته للمسج علشان يعطي ثقة إنه هذا المسج أجت من مصدر موثوق منه. يعني في أشياء إحنا مرت علينا سابقا ممكن تربطها بهذا السياق. إحنا بموضوعنا أصلا نحكي عن كيف نخلي الكونكشن بين الكلاينت والسيرفر سكيور، وأخذنا سابقا إنه ممكن نعمل إنكريبشن بين الكلاينت والسيرفر، لكن هذا الإنكريبشن بدك تخلي الكلاينت يبرمج الأبليكيشن اللي يقوم بعملية الكوميونيكيشن السكيور كوميونيكيشن بين كلاينت وسيرفر. يعني كل ما بده يجي كلاينت بده يبني نيو ابلكيشن لازم يكون يحط هذه الاعتبارات بهذا الابلكيشن، اعتبارات السكيورتي، ولكن هذا راح يعمل بذر نت على الكلاينت او الديفلوبر. فهم حكوا في ممكن احنا نستخدم اضافه السكيورتي في اللايرز اللي موجوده عندنا في النتورك، وبكون عمليه السكيورتي بهذه الحاله ترانسبيرنت، يعني الابلكيشنز بيحكوا مع بعض بدون ما انت تجيب كلاينت يبرمج هذه الابلكيشنز او يبرمج مثلا تول يكون فيها سكيورتي. لا خلاص انا بستخدم اللايرز اللي فيها سكيورتي وخلاص بتكون الامور ترانسبيرنت، المبرمج او الديفلوبر بركز على كيف انه يطور في هذا التول بس من غير ما يهتم بالسكيورتي سكيورتي ايشوز. الان وين ممكن تكون موجوده هذه السكيورتي في اللايرز؟ في عندنا اللي هو اللاير اي بي، ممكن استبدله ب اي بي سيك. اللاير اي بي طبعا حكينا في تحت قلنا هذه اللايرز، لاحظ تحتيها في عندك الداتا لينك لاير، ثم في سكند لاير، هذول مش ظهرت بالرسمه لانه تركيز هو الموجود السكيورتي لاير، فلذلك هو على طول بدل الاي بي لاير ممكن انا استعيد عنها بـ IPsec. بهاي الحالة بيكون الكوميونيكيشن بين الكلاينت والسيرفر لما تتعامل مع IPsec بيكون ايش اوثنتيكيتد، والسكيورتي سيرفيسز معظمها تحققت. ممكن يكون عملية السكيورتي موجودة في لاير ترانسبورت لاير، موجودة في ترانسبورت لاير، ففي بيكون في عندي انا استخدم الاس اس ال او تي ال اس. الاس اس ال والتي ال اس هي بتشتغل بالترانسبورت لاير. طبعا بهاي الحاله لما اجي ابني الابلكيشن على هذا الاس اس ال او تي ال اس فبيكون الابلكيشن هذول سكيور. ممكن يكون ال السكيورتي تنضاف الابلكيشن لاير زي ما حكينا بالاول، مثلا الاسماين الكير بروس هذول عباره عن ابلكيشن لاير، فممكن يكون من خلالهم يتم اضافه السكيورتي لكل الماشين. يعني انت كان تقول لك والله بعد ما تعمل كير بروس تتاكد انه انت اوثنتيكيتد بالنسبه للسيرفر والسيرفر اوثنتيكيتد بالنسبه لك، فقدرت انت تعمل سيشن بيناتهم، فهذا السيشن راح يكون سكيور، ولكن السيشن بنى بالابلكيشن لاير. هون المسيشن بينبنى وين؟ بالترانسبورت لاير، وهون السيشن بينبنى بالاي بي لاير. واضح؟ طيب اذا السكيور سكت لاير الاس اس ال او تي ال اس، يعني اللي بينطبق على الاس اس ال بينطبق على التي ال اس، is one of the most widely used security service. هي عباره عن security service من خلاله the general purpose of implementing as a set of protocol that relies on TCP، بتكون مبنية على TCP. يعني لما تيجي تطلع الرسمة هاي اللي هي الاسسل، لاحظ هو بقول لك مبنية on the top of TCP، يعني IP layer ثم TCP layer اللي هي هاي transport layer، ثم مبنية الاسسل على TCP، يعني بتعتمد اعتماد كلي عليها. وانتو عارفين تي سي بي هدفته انه ايش، يتاكد انه الباكيتس وصلت،
وإذا ما وصلتش بعيد انساها مرتين ثلاثة لحتى ما يتأكد إنها وصلت. إذا a general purpose of this service implemented as a set of protocols that relies on TCP هلا could be provided as a part of the underlying protocol suite and therefore be transported to the application layer. يعني ممكن هذه اللاير نرفعها ونخليها تشتغل بالترانسبورت لاير. لاحظ هنا كربروس بيشتغل in the top of UDP والاس ماين بيشتغل in the top of TCP. فهذه ايش؟ ابلكيشن لاير هذول وهذا ترانسبورت لاير. هنا بحكي لك could be provided as a part of underlying protocol suite and therefore be transparent to the application. Transparent يعني بيكون يعني شو بدي احكي لك؟ يعني انت اليوزر ما بفكرش كيف يبني security tools او يعمل negotiation، خلص هي اللاير هذا هو المسؤول عن السكيورتي. فانت بتبني الابلكيشن تبعك عند توب اوف ات وما بتهتمش بجانب السكيورتي، لانه جانب السكيورتي راح يتحقق او حاصل هذا الجانب السكيورتي. فلذلك بنسميها ترانسبيرنت لليوزر، يعني اليوزر ما بفكر بجانب السكيورتي، هي السكيورتي موجوده خلاص. كان بي امبيدد ان ا سبيسيفيك باكج، وممكن انه يستخدم بلايبراري وتستخدم اللايبراري اثناء انت تعمل كول مثل هيك سيستم. طبعا انت هذا هاي برمجيه بتصير. هاي هنا الصوره بتوضح بالضبط اللايرز وين ممكن يكون الاس اس ال. طبعا حديثنا بما انه عن الاس اس ال هو هي بحكي لك it is on the top of TCP. هلا ممكن شو ممكن نستفيد من الاس اس ال؟ قد يكون الاتش تي تي بي احد احد عفوا الابلكيشنز اللي ممكن تستخدم الاس اس ال، زي كيف لما تعمل سكيور ترانزاكشن بين يو اند يور بانك عن طريق النت. فالاس اس ال هو اللي بيبني طابع السكيورتي بين الكلاينت والسيرفر. الاس اس ال اليرت بروتوكول ايضا هاي موضوع ثاني، كيف انه بيعمل اليرت في حال انه يكون في سكيورتي بريتش او سمثينج تحقق الكونديشن تبعه، فبتلاقيه بيعمل اليرت. وفي عندك اس اس ال تشين شيفر سبيسيفيكيشن بروتوكول، عند التغيير سبيسيفيكيشن بروتوكول هذا الحكي بيكون سكيور ان ذا توب اوف اس اس ال لاير. او اس اس ال هاند شيكينج، لو تعمل هاند شيكينج بين الكلاينت والسيرفر فبيكون بتم تحديد بعض البراميترز. هذه البراميترز مثل ايش نوع الانكريبشن الجوريثم، ايش نوع المسج اوثنتيكيشن كود الجوريثم، ايش السيكريت كي الموجود بين الكلاينت والسيرفر. يعني هذه البراميترز يتم نقلها اثناء اللي هي الاس اس ال هاند شيكينج بروتوكول. اذا نيجي نطلع على الاس اس ال اركيتكتشر، فهي طب احنا خلينا قبل لا نحكي عن كل هذا الحكي نشوف والله شو اللي بصير بالاس اس ال. هاي الاس اس ال، الاس اس ال عباره عن بروتوكول. الاس اس ال هي عباره عن بروتوكول زي كيف الكيربروس، زي ما اخذنا احنا كيف الكيربروس بروتوكول. فالاس اس ال هي بس طبعا الاس اس ال بروتوكول موجود في الستاندرد او اس اي موديل، يعني موجود في الاو اس اي موديل، موجود في احد اللايرز. وطبعا هذا اللايرز اللي هو بيكون ان ذا توب اوف ترانسبورت لاير. فشو اللي راح يصير؟ تلاقي الكلاينت بيحكي هلو للسيرفر، السيرفر بيرد عليه بهلو، بعدين بتبدا مرحله الايش اللي هو مرحله انه السيرفر بيعطيك السيرتيفيكيت. فالسيرفر بيعطي السيرتيفيكيت تبعته، فالكلاينت بتاكد او بتطمئن انه بيتعامل مع السيرفر الصحيح. ثم الكلاينت بيعطي السيرتيفيكيت تبعته للسيرفر، فالسيرفر مع مين بيتعامل؟ طبعا لما بدك تيجي تحكي ترانزاكشن، احنا خلصت المحاضره ولا لا؟ لسه. فبشوف الطلاب بيطلعوا. طيب اذا لما تيجي تحكي انه انا كلاينت بدي يحكي مع سيرفر بدي اعمل ترانزاكشن، يعني كلاينت خلينا نقول انت
والسيرفر تبعك والبنك، لما بدك تيجي تعمل ترانزاكشن لازم يكون في مرحلة انه الكلاينت يتأكد مين السيرفر اللي بيتعامل معاه، والسيرفر لازم يتأكد مين الكلاينت اللي بيتعامل معاه. فهاي بتلاقيهم بالمحالتين هذولا، انه السيرفر بيبعت السيرتيفيكيت ثم بيبعت باراميترز ثم بينهي اللي هي سيرفر هاردن، ثم الكلاينت بيبعت السيرتيفيكيت وبيبعت الباراميترز ثم بيعمل عملية سيرتيفيكيت فيريفيكيشن، او بيبعت برضه مسج ما يثبت انه كيف تتأكد من السيرتيفيكيت. طبعا كيف تتأكد من السيرتيفيكيت هذا موضوع، ممكن يكون واحد يقول لك انا من واجب السيرتيفيكيت على سبيل المثال، او يعطيه البابليك يدله على اللينك اللي من خلاله هو عمل السيرتيفيكيت، او يدله ما يثبت انه هذا السيرفر سليم، بغض النظر شو هي المقصود في سيرتيفيكيت فيريفاي، بس هذه واحدة من البروتوكول. ثم بيجي المرحلة الأخيرة اللي هي بتم عملية اكستشينجينج للشفر، يعني بيعطيك شفر سبيسيفيكيشن، بيحكي له انا بدي استخدم هذا الكي، بدي استخدم هذا الشفر الالجوريثم، بدي استخدم هذا الماك الالجوريثم، بدي استخدم اذا كان الماك بحاجة لكي ببعث الكي الى اخره، اذا ببعث كل البارامتر حتى تتم العملية. اذا جينا نطلع هذا البروتوكول هو الاساس البروتوكول، هو هذا بالنهاية بيكون انا بظهر عندي ما يسمى الاس اس ال وكذلك التي ال اس. بس طبعا اكيد في اختلاف بين الاس اس ال والتي ال اس، ولذلك في بعض الاحيان بقول لك انت ممكن تستخدم اس اس ال سلاش تي ال اس. طيب هلا نرجع لورا نشوف، طبعا هنا بيشرح لك عن البارامترز. اول شيء بحكي لك مثلا الابلكيشن تبعت هذه المسج، هذه المسج اذا كان حجمها اكبر من النتورك لاير شو بيسوي؟ بقسمه هذه المسج، ثم هذه كل مسج بتتاخذ شو بيعملها؟ كومبريشن، بيضغطوها. طبعا مش بالضروره اني اعمل كومبريشن، هذا اوبشن، يعني ممكن هذا الاوبشن استفيد منه او ما استفيدش منه، ممكن استغله او ما استغلوش. هلا اذا ما بدنا نعمل كومبريشن، الخطوه اللي بعديها بده يضيف ماك ادرس، هاي الماك ادرس اضافها، ثم بعديها بيعمل كومبريشن انكريبشن لكل ال كومبريس باكيت مع الماك ادرس، ثم بضيف ايش اس اس ال ريكورد هيدر، هذا عشان يبين الطرف الثاني شو نوع البروتوكول اللي يشتغل فيه وشو نوع البارامترز والى اخره، حتى يقدر الطرف الثاني يفك الباكيت. اذا هنا بهذا السلايد اللي تركناه ممكن ننظر على ان الاس اس ال له تو كونسبتس، اس اس ال كونكشن كيف انا ابني كونكشن، واس اس ال سيشن كيف اكون في عندي سيشن من خلال هذا الكونكشن. طبعا لما اجي احكي كونكشن وسيشن فالسيشن فيها كونكشن، اما ما اجي احكي كونكشن ممكن يكون فيش سكيورتي. فهنا بحكي لك اس اس ال كونكشن المقصود فيها a transport that provide a suitable type of service for SSL such connections. في مشكلة بالنت كان okay. For SSL such connection are peer-to-peer relation. إذا الـ SSL تتعامل مع peer-to-peer relationship between the client and server. و طبعا المقصود في البير تو بير انه بين نقطتين، بير تو بير بين نقطتين، مش بالضرورة يكون كلاينت سيرفر، ممكن يكون كلاينت سيرفر ممكن يكون مش كلاينت سيرفر، بس بالعادة كلمة بير تو بير المقصود فيها انه هذول لا واحد لا هذا بيكون سيرفر ولا هذا بيكون سيرفر، الاثنين بتعاملوا مع بعض كأنهم نفس المستوى، هذا المقصود بالبير تو بير. طبعا بعدين فيما بعد اذا كان يعني لما بدهم يجي يتناقشوا مع بعض ويبعثوا لبعض البارامترز فهم خلينا نقول بنفس المستوى، هاي كلمه بير تو بير او 1 تو 1 سموها. هلا الكونكشنز ار ترانزيت، هذا الكونكشن مؤقت،
Every connection is associated with one session. إذا يتم إنشاء connection with one session. الآن الأساس السيشن، إذا connection بيرتبط مع session. هذا السيشن هذا هي عبارة عن association between the client and server، بربط الكلاينت مع السيرفر من خلال باراميترز created by handshaking protocol، واللي ورجناهم قبل شوي كيف بيعملوا سيشن من خلال handshaking، اللي هو هذول شوفوا، يعني في البداية بيكون في عندي handshaking وبيبدأوا يتبادلوا الباراميتر، فهي الجزء الأول بنسميه handshaking. ثم هذا كله يتعبط بقدر أعتبره handshaking، لأنه من قبل أن أعمل connection أو قبل لأني أحكي مع الكلاينت لازم، أو مع السيرفر لازم أعمل كونكشن، فهي خطوات الكونكشن. أوكي، إذا إحنا خلصنا من هاي. أيضا خلصنا من هاي. إذا معناته define a set of cryptographic secure parameters which can be shared among multiple connections. ممكن إنه يكون هذه الباراميترز اللي استخدمت بين كلاينت وسيرفر يكون ينشئوا بينهم بين بعض اكثر من كونكشن. define a set of okay are used to avoid expensive negotiation. يعني هنا المقصود ب expensive negotiation يكون اكثر من راوند، يعني لما الكلاينت يحكي مع السيرفر باكثر من راوند فممكن تستغرق هذه العمليه فتره من الزمن. فهنا بحكي لك بدل ما انك انت السيشن يعني هذا اللي تم انشاؤه قبل شوي تلغيه، ممكن تستفيد منه نفسه. اوكي طيب، الان طبعا هو المقصود فيها تستفيد منه انه تعمل له اكستند وتخليه نفسه ل هذا السيشن، تستفيد منه في مثلا عملية أخرى. بالغالب يعني هو ما السيشن بيستخدم مرة واحدة، ولكن ممكن هذا السيشن يكون مدته بدل ما تكون 5 دقائق تصير ربع ساعة على سبيل المثال، هذا المقصود بيها. طيب إذا used to avoid expensive negotiation، لأنه عملية negotiation هاي بتأخذ وقت وممكن تكون expensive على اليوزر وعلى الكلاينت as well. هلا شو البارامترز اللي موجودة في هذا ال SSL؟ طبعا session identifier، ال session له ID، ال peer certificate للاثنين بيستخدموا البروتوكول X509، يعني بتبادلوا السيرتيفيكيت، بيكون في عندك فيلدز خاص بالسيرتيفيكيت اللي تقدر تعبيه السيرتيفيكيت فيه. كومبريشن ميثود، هل برضه من ضمن الباراميتر بيكون كومبريشن ميثود، ايش نوع الكومبريشن اللي تم استخدامه؟ لما بيجي بحكي لك والله انا هاي الكوميونيكيشن بيناتهم. في شغلات انت ما يعني مش كل شيء، مش كل التوضيح موجود هنا، مثلا انه بده يحكي لك احنا بدنا ننشئ بيني وبينك هيا الكلاينت سيرفر، بدنا ننشئ سيشن، فهذا السيشن راح نعطيه هذا الاي دي مثلا 500. هلا هذا بعطيه سيرتيفيكيت وهذا بعطيه سيرتيفيكيت، ممكن يكون اثناء تبادل السيرتيفيكيت قبل او قبل لا يتبادل السيرتيفيكيت بيتم اخبار بعض انه شو نوع السيرتيفيكيت وعن الشركه وايش نوع الماك ادرس المستخدم، ايش البارامترز. طبعا هذا كلياته كمان موجود في لقدام بسموها اللي هي الشيبر سبيسيفيكيشن. يعني هنا هذا بيحكي لك شو اللي بيصير تبادل. لما نرجع لهذا السلايد بيحكي لك شو الفيلدز اللي يتم تبادلها بينهم بين السيرفر. فراح يكون في عندك صفر اللي هو سيشن ايدنتيفاير، بير سيرتيفيكيت، اذا كومبريشن ميثود اذا كان بدنا نعمل كومبريشن ولا ما نعملش كومبريشن، او شو نوع الميثود. صفر سبيسيفيكيشن، ماستر سيكريت، الماستر سيكريت اللي بين الكلاينت والسيرفر يتم تبادلها as well. و اسر سمبل ريزونبل، هذا تعني عباره عن فيلد انه هل
ممكن السيشن كان بي يوزد تو انيشيت انذر سيشن، يعني هل هذا السيشن بقدر انا استخدمه لانشاء نيو سيشن؟ فهذا احد الفوائد ل is reusable resumable. ايضا من ضمن البارامتر سيرفر اند كلاينت راندوم كي، طبعا لما بدك تيجي تراسلوا بين بعض فبيبداوا براندوم كي. السيرفر ايضا السيرفر ماك رايت سيكريت، ممكن تستخدم مع الماك مسجز اوثنتيكيشن كود سيكريت كي. فهاي هنا سيرفر بيزود شو السيكريت كي، وكذلك الكلاينت اذا كان الكلاينت بيستخدم مع المسج اوثنتيكيشن كود سيكريت فهاي يتم تثبيته بهذه المرحله. السيرفر رايت كي والسيرفر والكلاينت رايت كي اذا هم بدهم يستخدموا عمليه انكريبشن شو الكي المستخدمه، فتم تخزينها او يتم تعريف الكلاينت من خلال الفيلد سيرفر رايت كي. وكذلك اذا كان الكلاينت بيستخدم انكريبشن بده يخبر السيرفر من خلال الفيلد كلاينت رايت كي. Initialization Vector إذا بتتذكروا بالـ CBP أو الـ Modes of Operations للكريبتوغرافي بالـ DES والـ AES بيستخدموا ما يسمى Modes. فهذا واحدة من الـ Modes بدها إيش؟ Initial Initial Vector Initialization، يعني الـ Value هذا لازم تكون موجودة قبل لا تتم عملية تنفيذ الانكربشن. السيكونس نمبر معروف شو السيكونس نمبر، انه انا اذا بعثت باكيت بعطيه سيكونس نمبر، الباكيت اللي بعده بده يكون سيكونس نمبر زائد واحد. يعني مثلا انا بعثت خمسه باكيتس فكل واحد بعطيه رقم بحيث انه بالطرف الثاني يقدر يجمعهم بنفس الترتيب، فدائما نعطيهم الرقم اللي يبين على ترتيبه في الاحداث. يعني انا ببعث 10 باكيتس بدي اكون عارف العشرة باكيت كيف بالطرف الثاني بده يستقبلهم ويركبهم مرة ثانية. هنا بحكي لك انه طبعا السيكونس نمبر هي بيخزن لها بفيلد 2 بايتس تعني 16 بت، يعني حجم السيكونس نمبر مش لازم يزيد على 2 و16. الاسسل ريكورد بيعمل بروفايد ل 2 services confidentiality و message integrity باختصار. اذا هنا لما هي بلش يفصل بيحكي لك في عندي انا SSL change cipher specification و SSL handshake protocol ثم SSL alert protocol ثم HTTP اللي هو مذكر هنا انه في عندي انا وين احنا كنا عفوا مظبوط هنا حكينا انه الاسسل ريكورد هذا بتعامل مع كونفيدنشاليتي وانتجريتي. ف بالكونفيدنشاليتي بيعمل هاند تشيكينج بين الكلاينت والسيرفر ويتم من خلال التبادل الكي، والانتجريتي يتم تبادل المسج اوثنتيكيشن كود او الالجوريثم اللي يستخدم في عمليه الانكربشن. هنا بيورجيك كيف بتتم عمليه ارسال، زي ما حكينا الداتا تقسم الى مجموعه باكيتس، المجموعه الباكيتس هذه بنعمل بنعملها كومبريشن ثم اضافه ماك ادرس ثم انكربشن ثم يتم إضافة المعلومات حتى الطرف الثاني يقدر يتعامل معها. هذا شكل الباكيت، فيش فيه عليها كثير. هنا بيحكي لك أنواع الباكيتس، قد تكون 1 بايت change shipper specification، قد تكون مجموعة من البايتس هاند شيك بروتوكول. طبعا هاند شيكينج بروتوكول بتفاهموا بينهم ببعض شو هو السيريال نمبر، شو نوع الكي، يعني في باراميتر سيتم تخبيره. فهون بحكي لك بالضبط كيف انواع الباكيتس، يا ببعت 1 بايت، يا ببعت عدد مجموعه من البايت، يا ببعت 2 بايت،
يا ببعث هنا أيضا مجموعة من البايت غير محددة الحجم. هاي أنواع البايتس اللي يتم إرسالها، أنواع الباكتس، أنواع الباكتس اللي يتم إرسالها، قد تكون هلو ريكوست، كلاينت ريكوست وإلى آخره. هذا اللي موجود هنا أنواع الباكتس. فبالهاند شيكينج هي ببين أمامي شو هذه الباكتس اللي تم إرسالها بين الكلاينت والسيرفر. إحنا خلينا نتوقف هنا اليوم. إحنا عند سلايد رقم 14، كان لا سلايد رقم 17. تذكروا احنا وصلنا لسلايد رقم 17. في اي سؤال؟ الله يعطيكم العافية. ما في اسئلة، هيك بتكون المحاضرة انتهت ان شاء الله.